جميع القديس أبا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأقصار القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. بيبرودروموس مبابتستيس ومارتيروس نمبيايوس استيفانوس بيارشيزيكونوس ومبروتو مارتيروس نمبي ثيوريموس انفانجيليستيس ماركوس بي ابوستولوس اسوب اوهم مارتيروس والبطريرك القديس ويسعلمنا دسكورس وقديس انس الرسول وقديس بطرس قادم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس سودس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس روحناتك بالولايات والقديس نار العجائب والقديس روغوريس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا والمائة والخمسين بقسطنطينية والمائتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيس البار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مكارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يحنس الكموس وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح